نتحول إلى زميل أحمد أبو زيد ومتابعة لآخر التطورات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وبالطبع كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن. تفضل أحمد. انعكاس هذه الكلمة أو هذه النتائج أيضا على مستقبل العلاقات الأمريكية الخارجية وتحديدا مع الشركاء الأوروبيين. تفضل أحمد. شكرا جزيلا لكما. تساؤلات بالجملة إذن لا تزال تطرح منذ أن ظهرت هذه المؤشرات الأولية التي احتسبت أو اعتبرت من جانب الديمقراطيين أنها ليست بتلك النتيجة التي كان يتوقعها الإعلام والجمهوريون على حد سواء. كيف ستصاغ العلاقات الأوروبية الأمريكية في ضوء السنتين المتبقيتين، وبالطبع على رأسها الدعم المقدم لأوكرانيا؟ عبر سكايب من بروكسل سيكون معنا الأستاذ محمد رجائي بركات، الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ رجائي، أهلا وسهلا بحضرتك. كيف ستصاغ العلاقات الأوروبية الأمريكية في السنتين المقبلتين، وهل كانت السنتان الأوليان من حكم جو بايدن ملبيتين للرغبة الأوروبية في عودة من جديد العلاقة مع واشنطن؟ أعتقد لن يكون هناك تغييراً كبيراً على هذه العلاقات. كل ذلك يعتمد على المواقف التي ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الحرب في أوكرانيا حالياً. وطبعاً دول الاتحاد الأوروبي سيكون هذا الوضع في أوكرانيا هو الموضوع الوحيد الذي قد يتم ويحدث فيه تغيير على السياسة الأوروبية وأيضاً على طبيعة السياسة الأمريكية. دول الاتحاد الأوروبي كما ذكرت مرارا تتبع في سياستها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضا تتبع هذه السياسة، وقرار فيما يتعلق بأوكرانيا يأتي دائما من واشنطن. فبالتالي الأمر الوحيد الذي قد يتغير ولن يكون بمثابة خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما الدول الاتحاد الأوروبي ستتبع السياسة الأمريكية، هو ما يتعلق بأوكرانيا. لاحظنا أنه خلال الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية غيرت مواقفها، الرئيس الأمريكي بايدن غير موقفه وبدأ الآن يتراجع نوعا ما فيما يتعلق بتقديم المعونات إلى الجيش الأوكراني كما كان قد وعد، وأيضا الأوروبيين أيضا بدأوا يتراجعوا، ونظرا لقلة وضعف الإمكانيات. فعلى سبيل المثال كان من المفروض أن يتم خلال عام 2022 دفع مبلغ 12 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا، هذا هو المبلغ الذي كانوا قد وعدوا به، ولكن الآن حتى الآن تم دفع 2 مليار. وبالنسبة للعام القادم أعتقد أنه فيما لو قررت الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، الاتحاد الأوروبي سيتبع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا القرار. وطبعا هناك طيب، لكن على مستوى الرغبة الأوروبية، يعني إذا كان هناك معطى يقول بأن الإدارة الأوروبية تدور وجودا وعدما مع الفلك أو في الفلك الأمريكي، لكن على الأقل هناك رغبات أو هناك نوايا أوروبية. أسعار الطاقة مكلفة للغاية، وعندما التجأ الدول الأوروبية للغاز الأمريكي مثلا كان الغاز غاليا وباهظا في فاتورته، وكان هناك شكوى أوروبية كبيرة. هل من مصلحة الأوروبيين أن يخلق قدر من التوازن بين إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض وبين أغلبية إذا ما أمنت جمهورية في الكونغرس، ولا لا فرق في الرؤية فيما يتعلق بدعم أوكرانيا؟ أعتقد كما ذكرت دول الاتحاد الأوروبي سوف تتبع أوكرانيا، سوف تتبع الولايات المتحدة الأوروبية بهذا الخصوص. دول الاتحاد الأوروبي لديها أيضا الرغبة، ولو أنه لا يتم الإعلان عنها رسميا في وسائل الإعلام ومن قبل المسؤولين الأوروبيين، إلا أن هناك رغبة لدى دول الاتحاد الأوروبي في تخفيض المساعدات المقدمة لأوكرانيا. دول الاتحاد الأوروبي منهكة اقتصاديا بسبب الحرب في أوكرانيا، الإضرابات يوم أمس كان هناك إضراب عام في بلجيكا، اليوم وأيضا كان في فرنسا إضرابات لعمال سكك الحديد، اليوم أيضا هناك إضرابات. طبعا الإضرابات هي احتجاج على ارتفاع الأسعار، ولكن واقع الأمر يدل على أن هذه الإضرابات ليست فقط احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وإنما هي بشكل غير مباشر احتجاجا على مواقف الاتحاد الأوروبي والاستمرار في دعمه لأوكرانيا عسكريا وماليا. وطبعا هو النتيجة، استمرار الدعم يؤدي إلى ضعف القوى الشرائية وعدم توفر الأموال لدى الحكومات من أجل إيجاد حلول المشاكل المطروحة على الساحة بالنسبة للمواطنين، تحسين ظروفهم المعيشية إلى آخره. لكن ما كان يقال من الإدارة الأمريكية ومن الدوائر الأوروبية الرسمية بأن الدعم لأوكرانيا هو دعم حقيقي لأوروبا، لأن
الحدود لن تكون مقتصرة عند أوكرانيا، إن تجاوزها الروس فأوروبا كلها ستكون هدفا قادما. في ضوء ما تقول حضرتك من استشراف للرؤية الأوروبية والأمريكية المستقبلية، هل تغير هذا المعطى؟ هل كان في الأمر تفزيع أكثر من كونه إخضاع للأمور لمنطقها؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانت تبالغ في الخطر، وكانت تتبنى مواقف كي تدفع دول الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدات أكبر لأوكرانيا وإرسال أسلحة إلى آخره. ولكن معروف أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا كان طلب روسيا، الرئيس بوتين كان يطلب عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لأنه لم يكن يريد أن تصل أوكرانيا يصل حلف شمال الأطلسي إلى حدوده، وأيضا إيجاد حل لقضية ومشكلة دونباس. كان هناك اتفاقيات مينسك التي وقفت عليها الحكومة الأوكرانية ولكن لم يتم تنفيذها، وكانت هذه الاتفاقية بإمكانها إيجاد حل للمشاكل الحالية بين في المناطق الحدودية التي أعلن جزء منها الانفصال عن أوكرانيا، وقامت روسيا بضم 4 مقاطعات من هذه المناطق. فبالتالي دول الاتحاد الأوروبي يعني على الرغم من عدم وجود تصريحات علنية إلى آخره، ولكنها باطنيا وضمنيا تفضل أن لا تستمر هذه الحرب وأن تتوقف عن تقديم المساعدات لأوكرانيا، لأنها كما ذكرت أنهكت الاتحاد الأوروبي اقتصاديا ماليا وأيضا من الناحية الاجتماعية، عندما نجد إضرابات عامة ومظاهرات تسير في معظم الدول الأوروبية. معنى هذا يعني أنه في حال حصول انتخابات قادمة في دول أوروبا، دول الاتحاد الأوروبي، فهذا يشجع المواطنين على التصويت لأحزاب أخرى غير الأحزاب التي اعتادوا التصويت عليها، الأحزاب التي تحكم حاليا، وهذا ربما يؤدي إلى ارتفاع الأصوات واليمين المتطرف ومشاركته في الحكم. وجدنا حصل ذلك الآن في إيطاليا، في العديد من الدول الأوروبية أيضا أحزاب اليمين المتطرف بدأت تظهر. فرنسا مهددة بعودة وبترأس الجمهورية الفرنسية من قبل زعيم يميني متطرف، كان هناك سيدة لوبين، لا ندري ما سيجري خلال الانتخابات القادمة. فبالتالي الأوضاع فعلا إذا لم تتبنى دول الاتحاد الأوروبي قرارا مستقلا عن الولايات المتحدة الأمريكية فإنها بالطبع وتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس بأنه لن أو لم يقدم صكا أو شيكا على بياض لأوكرانيا قد يكون محوريا فيما يخص تغير الرؤية. من بروكسل عبر سكايب الأستاذ محمد رجائي بركات، الكاتب والخبير في العلاقات الدولية، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.